أصدقاء الأعزاء، أهلا بيكم في دردشة فنية. لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تضغط لايك وتدوس اشتراك وتفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. احنا النهاردة هنتكلم عن الفنان الكبير محمد فريد الذي توفي أول أمس السبت 30 سبتمبر 2023، ومبارح خرجت جنازته من مسجد الحصري. ياريت كلنا ندعي له بالرحمة والمغفرة. اسمه بالكامل محمد فريد محمود زيدان، من مواليد 20 أبريل 1940 في محافظة بني سويف. كان من صغره عاشق للموسيقى وبيحب يعزف على الآلات الموسيقية وخصوصا آلة الناي، وأصبح متمكن جدا في العزف على هذه الآلة وهو في فترة دراسته. ولما وصل لمرحلة الثانوية العامة التحق بفريق التمثيل اللي في المدرسة، وكان الفنان عبد الله فرغالي وقتها مدرس فرنساوي. اتنقل لبني سويف في نفس المدرسة اللي كان فيها محمد فريد، وكان عبد الله فرغالي محب جدا للفن والتمثيل، علشان كده ترك مهنة التدريس واحترف مهنة التمثيل بعد ما كان مدرس فرنساوي. فأعجب جدا عبد الله فرغالي مدرس الفرنساوي بالطالب محمد فريد، وهو كان المشرف على فرق التمثيل اللي في المدرسة وقتها، وكان مهتم جدا بيها، وجمع فرقة من الطلبة اللي داخل المدرسة على شباب من النادي الرياضي، على شباب من قصر الثقافة، وكانوا بيعرضوا روايات مسرحية. وعبد الله فرغالي اللي حبب محمد فريد في مهنة التمثيل. ومحمد فريد بعد تخرجه سافر للقاهرة واشتغل مع الفرق الموسيقية عازف ناي في الملاهي الليلية. وبعد ما قرأ إعلان في أحد الجرايد إنهم محتاجين ممثلين في مسرح العرايس، التحق محمد فريد بمسرح العرايس، ما هو حب التمثيل من عبد الله فرغلي، واتقبل محمد فريد وقدم فيها عروض كتير، فبقى معروف على مسرح العرايس، وخصوصا إن هو كان متميز بخفة الدم. بعدها التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية علشان يكتسب خبرة أكتر على الموهبة اللي كانت عنده، واللي كان بيدرس له في المعهد المخرج الكبير صلاح أبو سيف، فأسند ليه دور في فيلم السقامات مع فريد شوقي وعزة العليل، فيلم البحث عن فضيحة اللي هو الجرسون اللي دلق التورت على البنطلون بتاع عادل إمام. وبعد ما اتخرج من المعهد اشتغل في مسرح الطليعة وقدم عدد كبير من المسرحيات، وتعرف جدا محمد فريد وخصوصا عند مخرجين التلفزيون، فكانوا بيختاروه في معظم الأعمال الدرامية، بس كان بياخد أدوار سنوية صغيرة. وشارك أيضا في بعض الأعمال السينمائية زي فيلم الحب في الزنزانة، قام بدور الزبال اللي هرب عادل إمام من السجن، ومن أهم أدواره السينمائية فيلم الشيطانة التي أحبتني مع لبلبة ومحمد صبحي، وكان دوره كبير جدا وكان مميز وكان دمه خفيف قوي في الفيلم ده. بس هو اشترك في أعمال تلفزيونية أكتر، وكان مطلوب في التلفزيون أكتر من السينما، وأهم أدواره دور خلف الله عبد الشافي خلف الله عمدة كفر المعزة في مسلسل أهلا بالسكان مع حسن عبدين. ومحمد فريد دايما كان يشارك أسامة أنور عكاشة في معظم أعماله، ودايما أسامة أنور عكاشة كان له فريق كده من ممثلين الأدوار التانية والأدوار السنوية أو الأدوار المشاركة، عبد الكريم والسيد عزمي وفتح أحمد ومحمد فريد وعهد صادق ومحمد متولي. معظم مسلسلات أسامة أنور عكاشة ما تخلاش من هؤلاء الفنانين، دول كانوا عاملين زي طبق السلطة اللي على السفرة بيدوا طعم للمسلسل. ما ننساش طبعا دور أبو سمرة العجلاتي في مسلسل الشهد والدموع، صاب العلم الطبال في مسلسل ليالي الحلمية، ورحلة السيد أبو العلا البشري ومحمود المصري، وأنا وأنت وبابا في المشمش، ومسلسل السبنسة. كتير من الأعمال الدرامية اللي شارك فيها محمد فريد، وشارك في بعض الأعمال المسرحية زي مسرحية انتهى الدرس يا غبي، ودي كانت في بداياته، ويا بخت الأطرش، وراقصة قطاع عام مع سماح أنور ويحيى الفخراني. وتعرف محمد فريد على إنه فنان وممثل خفيف الظل، وبرغم أدواره الصغيرة عرف ينال إعجاب الجمهور، وكان مميز جدا في دور الشهم الجدع الطيب ابن البلد. وعلى فكرة محمد فريد فنان كبير ومتمكن في كل دور بيؤديه، وكان متميز جدا في أدوار الكوميديا، ولكن في سنواته الأخيرة كان بيعاني من قلة الشغل، وهو كان بعيد تماما عن الشلل الفنية، فما فيش حد كان بيسند له أي دور في أي عمل زي كتير من الفنانين الكبار اللي كانوا شغالين في فترة الثمانينات والتسعينات وأصبحوا منسيين. وكان آخر أعمال محمد فريد مسلسل بركة اللي تعرض في رمضان 2019 مع عمرو سعد وهالة صدقي، وأشيع عنه قبل كده أنه أصيب بمرض السرطان بسبب ظهوره بدون شعر،
والصورة انتشرت جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن بنته نفت هذه الإشاعة وقالت ان هو كان شايل شعره علشان كان بيقدم شخصية راجل مسن مريض بالسرطان في فيلم حار جاف صيفا، وعشان الدور ده حلق شعره وظهوره بتلك الحالة وفي شهر سبتمبر العام الماضي جرى تكريمه عن مجمل أعماله في الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما. وعانى محمد فريد من أزمة صحية في أيامه الأخيرة، وتم نقله للعناية المركزة بسبب انخفاض الضغط، تعرضه لعدة مضاعفات زائد الشيخوخة وكبر السن. طبعا هو كان عمره 83 سنة، ثم لفظ أنفاسه الأخيرة يوم السبت 30 سبتمبر 2023 عن عمر يناهز 83 عام. وشيعت جنازته يوم الأحد 1 أكتوبر من مسجد الحصري في 6 أكتوبر. رحم الله الفنان الكبير محمد فريد. عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك للقناة. جورج إبراهيم.